أنا اللي أنا أفهمه إنه مثلا حصل أزمة اقتصادية في الدنيا كلها، حاصلة ولا مش حاصلة؟ حاصلة. تؤثر على الاقتصاد العالمي أه ولا لأ؟ أه. أنا من ضمن هذا الاقتصاد؟ طبعا. هل أنا أكبر اقتصاد وأقوى اقتصاد في الدنيا؟ أبدا أبدا. هتأثر طبيعي. أنا بقى أطلع أشرح للناس، أستاذ عمرو طبعا هيقول يا يوسف أنا يا ما قلت. لا يا أستاذ عمرو، أنت كنت بتطلع تقول نصا، ده اللي جاي هيبقى سواد واللي بعده أسود منه. ليه بتسود علينا العيشة؟ ليه يعني احنا شغلتنا نضحك على الناس يا يوسف؟ لا، شغلتنا نقول الحق وكل الحق، لكن مش شغلتنا نطلع ننكد على الناس يوماتي ولا أوعدهم بسواد العيشة ولا أشككهم في الإجراءات اللي بتحصل. شغلتنا إن احنا نقول الحقيقة ونشرح الوضع، لكن ما اطلعش أقول يا أستاذ عمرو انه ده لسه هتزيد وهتزيد اكتر والدنيا هتبقى اسود والدولار هيعلى زياده. فاللي حضرتك كنت بتعمله يا استاذ عمرو بمنتهى البساطه يؤدي لكارثه حقيقيه، لانه حضرتك راجل كثيف المشاهده ودي حاجه رائعه بسم الله ما شاء الله. فاللي بيحصل ان الناس تطلع تقول ايه يا خبر استاذ عمرو ده عارف، لا ده قديم، لا ده واصل، يبقى الدولار هيزيد، خزن دولار، تجار السلع خزن بضاعة، صح ولا لأ؟ مش بالذمة ده اللي كان بيحصل؟ كل الناس دي كانت بتعمل كده، كل الناس دي كانت بتقول كده، مش بتعمل كده خزان دولار. احنا هنا شوية غلابة ما عندناش دولارات، احنا شوية موظفين، لكن كله يقول لك ايه؟ الحق بسرعة انزل اشتري التلفزيون. أستاذ عمرو أديب بيقول إن الحاجة هتغلى. يحصل إقبال مفاجئ وسريع وتكالب وتهافت وتزاحم عشان الناس تشتري أي حاجة، يجي التاجر الكويس والوحش يقول لك بس خلاص غلي أسعار، ده الناس عايزة، خزن، ده قالوا الحاجة هتغلى، ما أنا النهاردة شاري مثلاً ناس أي كلام يعني تلفزيون 8000 جنيه، شاري واقف عليا تجاري بألف جنيه، بس قالوا في التلفزيون عند الأستاذ عمرو إنه التلفزيون ده هيغلى وهيبقى بتلاتة، خزنه قول مش موجود. هوب الأسعار تزيد، عايز التلفزيون؟ والله آخر حتة عندي يا باشا، هجيبها لك من المخزن بتلاتة ونص. أنا عارف الرد بتاع الأستاذ عمرو أديب، إحنا عشرة برضه يعني، وأنا راجل مش غبي. يعني عايز تقول إن أنا مؤثر للدرجة دي؟ كلنا مؤثرين يا أستاذ عمرو. الكلمة اللي أنا هقولها هتأثر، الكلمة اللي سيادتك هتقولها هتأثر، الكلمة اللي هيقولها سيادته هيأثر، الكلمة اللي هتقولها سيادتها هتأثر. ده إحنا دي شغلتنا يا فندم. احنا موجودين هنا لان احنا عندنا قدرة ما على التأثير، قدرة ما على عرض الحقائق، قدرة ما على انه نهدي من روع الناس بالحق وبالفضيلة وبالعقل. محدش بيقول ان احنا نكذب على الناس ولا نضلل الناس، لكن بمنتهى طب يعني كنت تعمل ايه يا عم يوسف؟ اقول والله يا جماعة خلي بالكم، لو سمحتوا اقتصدوا في الانفاق، العالم فيه ازمه، مش الحقوا الحاجه هتغلى فالناس تطلع تجري وتشتري، الحق الدولار هيزيد كمان وكمان وكمان فالناس تروح مخزنه دولارات، اللي جاي اسود واللي بعده اسود منه. وانا قلت لكم المصيبه انه يا استاذ عمرو بتطلع بعد كده تفخر، فاكرين انا قلت لكم هتبقى سواد اهو، زي بالظبط كده لما سعر السوق السوداء كذبا وزورا وبهتانا زود الدولار وصله لحد 51-70 قرش. انا راجل بقى دقيق بجد، ما هوش ب 52 51 70 قرش، كان كلام فاضي ومضاربات تجار وكذبه. شفتوا قلت لكم هيزيد، ايه الفخر اللي في ده؟ طيب نزل، نزل، انا مش فاهم هو نزل ليه. يا دين النبي يا دين النبي، عايز ايه يا استاذ عمرو؟ انت زعلان انه زاد ولا زعلان انه قل؟ مبارك حلو ولا مبارك وحش؟ الاخوان اكبر واقوى فصيل سياسي منذ تأسيسه في 28 ولا الاخوان قتلوا ومجرمين؟ الناس دي استولت على فلوس البلد ولا ما استولتش على فلوس البلد؟ هناك تقارير تفيد ذلك ولا هناك لا توجد تقارير تفيد ذلك؟ تاني، في فرق كبير ما بين استاذ عمرو يقول لك ايه، بتبقى مواقف والمواقف تتغير اما المبادئ ثابته.
ايه هو المبدأ بقى؟ ده السؤال، ده السؤال. انا مع البلد دي ولا مش معاها؟ ده السؤال. هو انا لما اقول كده ابقى ضد البلد؟ لما ادفع الناس دفعا الى حافة الهوية على شفير السقوط، فالناس تبقى خلاص فقد الثقة في كل شيء حواليها، انا مش هصدق حد، لانه اللي انت بتعمله بيؤدي الى ايه؟ تزاحم، تكالب، شراء بدون مبرر، تخزين العملة صعبة. ايه ده؟ ايه ده؟ بلاش. هو مصر يا استاذ عمرو اديب قدمت مساعدات تقدر بكم في المية من اجمالي المساعدات التي تقدم لغزة؟ ودي بالمناسبة من ضمن الحاجات التي يعني يتحدث فيها الاستاذ عمرو اديب على استحياء وكأنها غير موجودة وغير واقعية. يا فندم، انا بقول، انا يوسف اهو يا فندم، انا بقول تلطفا 85%، الحقيقه 90% من المساعدات اللي وصلت غزه مصر. استاذ عمرو اطلع قول لنا كل دوله غيرنا ايا كانت في حته في العالم قدمت كام طن. بلاش. العالم كله يتكلم ويشيد عن الدور المصري، سواء الزكاة، تبادل الأسرى، الهدنة، دخول المساعدات، الضغط على الصهاينة. أستاذ عمرو من على الوش وكأننا مش موجودين. طب مين اللي موجود يا أستاذ عمرو؟ مين اللي كان بيفاوض وإحنا ما نعرفش مثلا؟ المساعدات كانت بتخش منين غير رفح؟ ولا على رأي سمير غطاس مع حفظ اللقب، الدكتور طبيب الأسنان سمير غطاس، أصل الأردن نزلت بالطيارة حاجات، وأصل مش عارف مين بعت المستشفى الميداني. أستاذ عمرو، كان ممكن حضرتك ترد وتقوله ده مصر دخلت كام ألف طن؟ ده مصر موقفة العيال بقالهم 60 يوم شهرين واقفين في الطل، شمس ماشي، برد ماشي، مطر ماشي، شبان وبنات واقفين علشان خاطر يفرزوا الحاجة ويكرتنوا الحاجة ويعبوا الحاجة ويشيلوا الحاجة على كتافهم ويحطوها في العربيات وتوصل لجوه. بلاش. لما نقعد نتكلم عن، ودي بالمناسبة كارثة بصراحة،